فن إنجازي وصنعي لوحات من المعدن هو فن جديد ابتكره الفنان والرسام التركي بنيامين كارا. نتواجد اليوم في ورشة هذا الفنان، ابقوا معي لنتعرف معا عن كيفية إنجاز هذه اللوحات وكذلك عن الأسلوب الذي يتبعه وينهجه فناننا. يستطيع الإنسان أن يصنع من الأشياء المهملة قطعاً فنية رائعة، فكل الموجودات في داخلها تكتنز جمالاً ما، وربما يكون عشق الإنسان للمعادن هو الدافع لابتكار هذا النوع من الفن، وقد طورت الكثير من تقنياته عبر مرور السنين. فلكل عمل فني صعوبته، وصعوبات هذا الفن كثيرة، فكل قطعة تحتاج إلى وقت طويل ودقة ومعرفة طبيعة المواد المعدنية المستخدمة كالنحاس والألمنيوم والحديد. وللمزيد من التفاصيل أجرينا هذا الحوار مع أحد المبدعين في فن رسم لوحات من المعدن، الفنان بنيامين كارا، الذي أجابنا قائلاً: منذ طفولتي وأنا أهتم بالمناظر الطبيعية المحيطة، بعد زيارتي لأوروبا تأثرت كثيرا بفن رسم لوحات من المعدن، وقد فكرت كوني فنانا مسلما في كيفية التعبير عن أحاسيسي وأفكاري في إطار إسلامي من أجل إنجاز مثل هذه اللوحات. وقد ساعدتني الدراسات والأبحاث والتجارب التي كنت أجريها وقادتني إلى فن الرسم بالمعدن. تجربة لهم بني وميتال إيش دراما كده جتيرده. وعندما سألناه عن منبع الإلهام لديه أجابنا قائلا: بالنسبة للإلهام، أنا أرى أن هناك فرقا بينه وبين الرسم الرقمي المعاصر، لأن هذا الأخير يتميز بلون خاص به، وهذا ما أردت أن أفسره عن طريق اعتمادي على الحروف الأبجدية من جميع لغات العالم: العربية، اليونانية، اللاتينية، السومرية، الهيروغليفية، الصينية، الهندية. وقد كونت مزيجا من الثقافات في إطار نقوش على اللوحات التي ظلت تحتفظ بطابعها الرقمي المعاصر، فأنا حاولت أن أمزج بين الأصالة والمعاصرة. أما فيما يخص المعارض التي أقامها فقد كان رده: افتتحت معرضا 16 شخصا، وقد تميزت معارضي في السنوات العشر الأخيرة بالتنوع في المواضيع والأسلوب، وأنا أفتخر بكوني لا أملك أسلوبا خاصا بي، فأنا فقط أعبر عما يخالجني من أحاسيس وأعبر عنها في لوحاتي. وفي هذا الإطار قد تلاحظون أنني ألجأ في كل معرض من معارضي وحتى في كل لوحة من لوحاتي إلى مبدأ التنوع. كما تعلمون أن للفن لغة خاصة به، لذلك فإن الرسام بنيامين كارا قد استعمل حروفا مختلفة من جميع لغات العالم، حيث نجده أنه استعمل الحرف العربي، الحرف السورياني، الحرف اللاتيني والحرف الهيروغليفي. كانت معكم رشيد رفتماوي لبرنامج الألوان السبعة، قناة التركية إسطنبول.